سلام واهلا ومرحبا بكم معايا عندنا فيديو جديده ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. التتمه ديال السلسله نتاع الفطائر اللي موجوده في البلاي ليست في القناه نتاعي. اليوم غادي نديرو فطيره من ألد واطيب الفطائر اللي هو البانكيك الامريكي. غادي نحتاجو المقادير نتاعو: ملعقه كبيره من الزبده، رشه ملح، الحليب حسب الخليط، ربع كأس من الحامض، ونصف كأس من الزيت المائدة، ونصف كأس من سكر حبيبات، وبيضة، وخميرة الحلويات كيس الخاصة الكيماوية، واحد كيس بسكر حبيبات المنسم بالفانيلا، والنصف غادي نديرو الخليط بالفانيلا، والنصف الآخر غادي نديرو بالشوكولاتة. غادي نمزج جميع المكونات وغادي نتلاقاو إن شاء الله. من بعد ما مزجت جميع المكونات نتاعي ب 250 غرام تقريبا نتاع الدقيق الخاص بالحلويات، النصف غادي نخليه بحال هكا، والنصف الاخر غادي نديرو مع الشوكولاته ديال سريعه الذوبان. غادي نقسم الخليط وغادي نطيهم فوق النار اللي تكون مهيله على المقلاه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الامانه انا كنت زايده شويش نتاع الحليب، وكان الخليط عندي شويه سائل، زدت واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه وواحد البيضه والكاس تقريبا عامر ديال الدقيق، باش جاني عاوتاني الخليط شويه ثقيل. وهذه هي الكميه اللي عطاتني، وغادي نتلاقاو باش غادي نزينوها ان شاء الله. بالنسبه للتزيين ماشي مشكل، يكون واحد يزين باش ما بغا، واخا غير بالزبده والعسل ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا غادي نزين بشعريه نتاع الشوكولاته اي الفيرميسيل، وعاوتاني شعريه الوان، وسكر ثقيل، وصوص الشوكولاته، صوص الفخاز، الفراوله، والكريم شونتيي اجزاء طريه، وسكر مذهب، وسكر فضي، وفواكه معسله، ولا لي فروي كونفي، والميرتي، والجوز، القرقع، واللوز افيري، والفرامبواز، وزبده ديال اللوتس. المهم غادي نتلاقاو بالنسبه للاشكال عند التزيين ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي نتاعنا نتاع هذا النهار، من بعد ما زينا هذا الطبق هذا بهذا الشكل هذا بالفواكه المعسله والمكسرات والكريم شونتيي، وتنقدموهم بهذا لي بيك هادو بومبو باش الواحد ما يوسخش يديداتو، تتكلوا بهذا الشويكات وهاد العويدات. وبالنسبه للتقديم ديال في المبيعات او كادو، الواحد يقدم هاد البواطات كادو على هاد الشكل هذا، تيجيو زوينين، وتتقدم معاهم كذلك البيك. وتتمنى يكون نال اعجابكم هاد الفيديو هذا، وتدعمونا بالاشتراك وبالبارطاج. الى فرصه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.